لبنان إلى المربع الرمادي، ضربة جديدة للاقتصاد، مسودة لمجموعة العمل المالي تدرس إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية. المسودة وصفت لبنان بالملتزم جزئياً فقط بمكافحة غسل الأموال والشفافية القانونية، إدراج بمثابة لائحة اتهام ضد لبنان، قرار سيغلق أبواب التمويل الدولي مستقبلاً، يقيد الاستثمارات والمعاملات المصرفية، المساعي للوصول إلى اتفاق مع الصندوق الدولي لن تنجح قريباً، ارتفاع فاحش للتكاليف المعيشية، اقتصاد وإن نهض سيسير بوتيرة قد تكون الأبطأ عالمياً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.